السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد الله صباحكم بكل خير. نحييكم ضمن منافسات هذا السباق المحلي الثاني في يوم اللقايا لهجن أصحاب السمو والسعادة الشيوخ. نحييكم في هذا اليوم الثلاثاء 21 من شهر سبتمبر لعام 2021، حيث برنامجنا لصباح هذا اليوم عبارة عن إقامة 18 شوط. هذا هو الشوط الأول الرئيسي للقاية البكار، ينطلق على بركة الله، ينطلق على الهواء مباشرة عبر قناة الريان الفضائية، قناة الكاس، عبر موقع الأبرقة لسباقات الهجن في بث مباشر. أرحب بجميع المشاهدين، الترحيب أيضا بالمستمعين الأعزاء عبر أثير الراديو، مرحبا بالجميع. هكذا ينطلق مشاهدينا الأعزاء والحفل الكريم، شوطنا الأول الرئيسي، أقوى أشواط اللقاية، حضرت الأسماء القوية، تواجدت الشعارات المختلفة مختلفة الألوان في هذا الشوط الرئيسي، في هذا الشوط النخبوي، في هذا الشوط القوي. فلمن هو السؤال دائما، لمن ناموس هذا الشوط؟ نتمنى التوفيق للجميع. مقدمة الشوط ومن تحتل المركز الأول، تهاني على المركز الأول، تريد زف التهاني لمالك هذا الشعار، هجن تاج أم الزبار ولمضمر تهاني، مبارك بمحمد بن صرير. ننتقل للمركز الثاني، تقدمت، تسللت، وصلت هذا الشعار الخطير، تصل جزله على المركز الثاني، تعود ملكيتها او تصل حاملة الرقم 2 العنود لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد ال احمد ال ثاني، يضمر العنود حمد بن طالب بن عمارة. مرحبا بك يا ابو طالب على ارضية الميدان، خطير هذا المضمر في السباق المحلي الاول، نتمنى له التوفيق ولكل الشعارات الحاضرة. ننتقل للمركز الثالث، المها تصل على المركز الثالث، تقدمت المها لهجن ام الزبار مع مبارك بن محمد بن صرير، بينما المركز الرابع تصل في هذه اللحظات، وصلت صدى لهجن الشحانية مع المضمر جابر بن سالم بن فاران، بينما حصل دخول وتسلل على المركز الرابع في هذه اللحظات، وهجوم عنيف عنيف للغاية من قبل الكادي من هجن الشحانية مع سالم بن فاران، انتقلت مباشرة من الرابع إلى الثاني الكادي وفي طريقها إلى مقدمة الشوط، بينما الملاحقة القوية للكادي من قبل غير 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 غير، يبدو بأنها صاحبة هذا الشوط غير في السباق المحلي الماضي، هذه تتسلل إلى المركز الثالث بقيادة وتضمير جابر بن علي النجم. ننتقل للمركز الرابع ومن تصل فيه المها لهجن إنتاج أم الزبار مع مبارك بن محمد بن صرير، بينما المركز الخامس العنود لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد آل أحمد آل ثاني، حمد بن طالب بن عمارة في عملية التضمير. العودة إلى مقدمة الشوط بعد ندائنا الثاني وبعد أن أكملت ندائي الثاني مشاهدينا الأعزاء، كيلو وين بس عن خط النهاية، تنتصف المسافة يا مضمرين، شوط سريع للغاية، هجني أصحاب السمو والسعادة الشيوخ، أعرق السلالات أقواها تتعارك هنا على أرضية الميدان، تتنافس في هذا الشوط الأول الرئيسي، شوط حساس، شوط ملتهب، شوط تكتيك، شوط تخطيط. دائما الأشواط الأولى لها طابع خاص، ما زالت المقدمة وما زالت الصدارة مع تهاني من هجن ام الزبار، تقود هذا الشوط قيادة حكيمة بقيادة الوحش مبارك بن محمد بن صرير، متحكم بالاعصاب محمد، بينما الخطورة اراها من الكادي لهجن الشحانية بقيادة المضمر الذهبي سالم بن فاران، مقدم الكادي اليوم ما شاء الله عليها، خير تقديم، خطيرة للغاية الكادي، خطر المشاركات على ما يبدو من خلال هذا الانطلاق. بينما المركز الثالث تصل غير، تصل غير وشكلها غير وأداها غير، وهي بالفعل صاحبة هذا الشوط الرئيسي في السباق المحلي الماضي، وبالتالي تنحدر من سلالة أصيلة وسلالة عريقة، بنت مشرف أم الزبار، بنت الهرش، حاضرة على المركز الثالث. هذا ما أدلى به لوسائل
الإعلام في الأسبوع الماضي المضمر جابر بن علي النجم غير هي صاحبة الشوط الرئيسي وبالتالي مرشحة لانتزاع هذا الشوط، بينما المركز الرابع العنود تتقدم لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد آل أحمد آل ثاني مع حمد بن طالب بن عمارة، بينما المركز الخامس في هذه اللحظات هجن انتاج ام الزبار مع المها مع مبارك مصير، ولكن حصل دخول وتسلل ايضا وصلت في هذه اللحظات وهج لهجن الشحانيه مع البرنس يار الله بن محمد بن عقيل، ولكن يار الكادي قلت لكم الكادي خطيره، اخبرتكم بان الكادي مرشحه من خلال هذا الانطلاق، ناموسها في وجهها في عينها وبرتها هذه على المركز الاول على الكادر الفوقاني، ولكن مصير خطير ام الزبار هجن انتاج ام الزبار خطيره، يا سالم بن فران على المركزين الثاني والثالث، وهجن سعاده الشيخ عبد العزيز تصل على المركز الرابع، ولكن مضمر الضعاين حاضر في هذا اليوم، حاضر بجابر في الشوط الرئيسي في الشوط الحساس في الشوط الملتهب، وايضا بدون اي تعليمات وبدون اي اوامر طارت الكادي بالشوط الاول الرئيسي، ويا سالم بن فران تستاهل يصبون على راسها الزعفران والكادي، تستاهل الكادي ان ايضا تخضب بالكادي والزعفران والخير، سلام يا الكادي سلام، طارت الكادي ما شاء الله تبارك الله على الكادي على هذا الاحتياط وعلى هذا المخزون الممتاز، سلام يا الكادي سلام، شوطنا الاول الرئيسي مع الكادي لهجن الشحانية بقيادة بن فران، سالم بن فران المضمر الذهبي مناتا بالرمز من ميدان الطائف ها هو يتألق اليوم في شوط اللقاية، سلام يا الكادي سلام، سلام يا مضمر الضعاين سلام، تهانينا والناموس لهجن الشحانية وللمضمر سالم بن فاران. المركز الثاني وصل التهاني لهجن انتاج ام الزبار مع مبارك بن محمد بن صرير. المركز الثالث غير لهجن انتاج ام الزبار مع جابر بن علي النجم. المركز الرابع العنود لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد آل أحمد آل ثاني، تهانينا لحمد بن طالب بن عمارة. والمركز الخامس صدى لهجن الشحانية مع جابر بن سالم بن فاران. هذه النتيجة مشاهدينا الأعزاء، الشوط الأول الرئيسي طارت بهذا الشوط واختطفته الكادي بدون أي أوامر، بالفعل بدون أي أوامر يا أبو مبارك تنتزع هذا الشوط انتزاعا وتقدم هذا العرض الممتاز، 6 دقائق 14 ثانية 40 جزء من الثانية، تهاني والناموس لهجن الشحانية وتهانينا والناموس لسالم بن فاران المضمر الذهبي من قدم الضعاين، مشكور يا أبو جابر. المركز الثاني تهاني قطعت المسافة في 6 دقائق 16 ثانية 78 جزء من الثانية، التهاني لهجن انتاج ام الزبار وللمضمر الوحش مبارك بن محمد بن صرير. المركز الثالث وصلت غير قطعت المسافة في 6 دقائق 20 ثانية و 48 جزء من الثانية، التهاني والناموس لهجن ام الزبار وللمضمر النجم جابر بن علي النجم.